أفضل دبابة في العالم، بل العمود الفقري للجيش الأمريكي، هكذا روج لها. وما هي إلا أيام حتى دمرتها النيران الروسية في أوكرانيا. فما قدرات الدبابة أبرامز M1؟ الأبرامز دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1980، وصنعت منها أمريكا نحو 10,700 دبابة، يتكلف إنتاج الواحدة منها أكثر من 10 ملايين دولار، إذ تضم في الهيكل والبرج يورانيوم منضب لمزيد من الحماية. الأبرامز تزن أكثر من 60 طناً، لكنها تحتفظ بعامل السرعة، إذ تسير بمعدل 68 كيلومتراً في الساعة. أما التسليح، فتمتلك الأبرامز مدفعاً عيار 120 ملمتراً بمدى 4 أمتار، بالإضافة إلى 3 رشاشات. تحمل ذخيرة تصل إلى 40 قذيفة عيار 120 ملمتراً وأكثر من 11,000 طلقة رشاشة. دبابة ذكية ذات دقة فائقة، فهي مزودة بكمبيوتر مركزي يضبط دقة الرماية ويؤمن التنسيق بين مجموعات الدبابات أثناء المعارك. الأبرامز ظنت أوكرانيا أنها ستغير مسار الحرب أمام روسيا، لكن ورغم إمكاناتها الخارقة سقطت في الاختبار الروسي.